هاي الفترة أنت كنت بعثين من إنسان مفكر إلى يصير مافيا عصابة، شلون يعني؟ هل تجاوز الحرس القومي على الجيش العراقي؟ أنتم كفاتحة القرآن قد ملئت حمدا. اللي يهوس قدام جنوده فوق هندرين يستحق القبول في كلية الأركان. قلبت الدنيا على الوحدة الفورية، الوحدة الفورية يا طلابة الوحدة الفورية. يا أخي ذولا زعاطيط شباب. كان ينظر لكم الشعب الكردي أعداء. بدأ اتصال عملي بيني وبين صدام حسين. كان عندكم علم أن صدام حسين بدأ يأسس جهاز حنين. اللي كان يخطط للانقلاب على عبد السلام عارف عملية حنين. أنت كنت مأيتها لو ما مأيتها كبعثي؟ أنا ما لي علاقة بهذا.